السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. المهم غادي نشوفوا ان في هذا الفيديو هذا كيما تشوفوا معايا كوميري كيدري الصيني امس دا ملي 330 يورو بير فاميلي يكون اونو ودو في لي. انا في اول يعني ملي شفت الخبر هذا يحسب لي يعني شي الصيني جداد، ولكن راه ماشي شي حاجة جديدة، يعني هذا راه هو دخل مواطن ريدي تودي تشيطا ديالنا كيما كاين هنا وكيما شفت هنايا. يعني هذا هو المبلغ اللي خصو يعني اربعه ديال الاشخاص كاينين في العائله، جوج ديال لادولتي وجوج ديال المينور، ولا يكونوا مثلا اربعه ديال الافراد ديال العائله كلهم ادولتي، راه هذا هو المبلغ اللي خصو يجي، هو 1330 اورو كما شفت لنا. وهذه مسائل يعني ربما العديد وقيلا ما تستافدوش من هذا الريديت وتشتادين على حساب بهذا الشكل هذا. هذه على حساب الموجه الثانيه كما قلت لكم، كاين بزاف ديال الناس عاوتاني لا فقدوا عاوتاني العمل ديالهم بسبب الوباء اللي كاين كما تعرفوا، ولذلك الدوله يعني قررت انها يعني باش تساعد الناس هذو، لانه اصلا الريديت وتشتادين على حساب يوصل 1050 اورو، وعاد كاين ان بريزنس ديال يعني اربعه ديال الافراد، اللي كانوا اربعه ديال الافراد في العائله راه خاص تجيهم 1050 اورو، يعني عاد تتزاد يعني واحد 280 اورو تتزاد، يعني في حاله يعني الناس يا اما كارين يا اما عندهم مثلا موتوار ديال الدار خصهم يخلصوها، تتزاد هاد 280، يعني 280 على ديك 1050 راه هي ديك 1330 اورو كما تشوفوا معايا هنايا. المهم هذا الشيء اللي كاين هو الشيء اللي شفت بير لي فيو ديال لي دوماندي، خصكم يعني تكومبيلاري واحد الموديلو اس ار 180 اللي هو هذا، وتانفيوه للسيتو ديال المينيسترو ديال لابورو. بطبيعه الحال خص تكون عندكم يعني السبيد، وهادشي اللي كنا تكلمنا فيه المساله ديال السبيد تكلمنا فيها بزاف ديال المرات، خص الانسان يدير سبيد. اللي ما عرفش سبيد راه حنا وريناكم كاين بزاف ديال الفيديوهات كيفاش تصايب سبيد، يعني تصيبو بوحدك او ممكن انك تمشي يعني البوستا وتقولي بغا نصيب سبيد، فقط يكون عندك الرقم ديال التليفون، يكون عندك واحد الايميل، يعني فقط هادشي اللي كاين، يعني واحد العنوان البريدي ديالك، ما كاين حتى شي مشكل وغادي تصيبو. المهم تدخلو تكومبيليو الموديلو اس ار 180 وهذا تدخلو ديريكتوم هنايا تاتشيتيو بعدا كيما تشوفو معايا هنايا، وغادي تدخلو وغادي تعمرو هاد المسائل هادي كاملة اللي تتشوفوها هنايا، وغادي ترسلو يعني هاد الطلب هذا بطبيعة الحال من غادي تعمروه، غادي ترسلوه كيما تشوفو أنا هنايا، غادي تصيفطو الوزارة ديال الشغل، هو المينيسترو ديال لابورو. المهم هادشي اللي كاين، ونتمنى انه هاد الفيديو يكون يعني فيديو مهم للجميع. الناس اللي ما يعني ما وصلش عندهم هاد المبلغ راه خصهم حتى هما يديروا هاد الموديل وهذا وصيفطوه لوزارة الشغل كيما شفتوا معايا، باش توصل عندهم على الاقل. لحقت بزاف ديال الناس نسمعهم تقول خويا انا حنا انا والمدام عندنا واحد الوليد وعندنا واحد جوج وليدات، ولكن اخويا راه ما عندناش هاد المبلغ هذا ديال 1330، راه خصنا نعرف واحد القضيه، راه كاينين الناس اللي عندهم يعني عندهم شي خدمه تستافدوا من شي خدمه، عندهم شي خدمه بار تايم تشدوا فيها مثلا 200 ولا 300 ولا 400 اورو، راه ما نساوش هاد المساله هذه هي تاثر على داك الدخل ديال المواطنه. هاد الشيء اللي كاين هو هاد الشيء اللي شفتوه معايا، نتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.